أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز العناوين. في هذه النشرة نسلط مزيدا من الضوء على الكشف الأثري الذي يوثق وجود مملكة عمان قبل 2000 عام من الميلاد. صوت سالف كيتا يحمل روح أفريقيا إلى الأوبرا السلطانية مسقط، وأوبرا براغ تعيد تقديم بحيرة البجع. ولندن تحتفي بالأديب التركي الحائز على جائزة نوبل للآداب أورهان باموك. متابعة للكشف الأثري الجديد الذي أعلنه مركز مليحة للآثار بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، نتابع في هذه النشرة مزيدا من التفاصيل عن هذا الكشف الأثري الذي يمثل إضافة مهمة للآثار المتعلقة بعمان التاريخية. الكشف يتمثل في حجر ينتصب فوق قبر نقش عليه اسم الشخص المتوفى، وهو عمد بن جر بن علي بقر ملك عمان، ويرجع تاريخ هذا الكشف الأثري إلى القرن الثالث قبل الميلاد. ما إن وطئت أقدامنا مركز مليحة للآثار بإمارة الشارقة، والذي يحوي بين جنباته اكتشافات تاريخية عديدة، حتى قادنا الأستاذ عيسى يوسف لرؤية اكتشاف أثري مهم يعد هو الأحدث، فيه ذكر لمملكة عمان يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد. فهذا يعني أقدم ذكر لكلمة عمان كاسم، وأيضا عندنا هناك ملك عمان دليل لوجود من كان يحكم هذه المنطقة، هو ملك وليست منطقة من غير ملك، إنما يوجد فيها ملك، أي هي مملكة كبيرة ولها طابعها. هذا الاكتشاف التاريخي والذي عثر عليه في إحدى قبور منطقة مليحة تم نقشه بالخط الآرامي على أطرافه، أما وسطه فقد نقش بخط المسند الجنوبي، الأمر الذي يؤكد لنا وجود لغتين متداولتين في تلك الحقبة الزمنية. يدل وجود نوعين من الكتابة أو من الخطوط على شاهد قبر واحد، هذا مهم جدا على دولية المنطقة، هي منطقة دولية ذات تجارة عالمية أو تجارة قوية مع المناطق الأخرى، ووجود نوعين من الكتابة خاصة الكتابة الآرامية أو الخط الآرامي، هذا دليل قوي على اتساع ومعرفة سكان المنطقة بنوعين من أو كانوا يقرؤون نوعين من الكتابات. ولتتضح الصورة أكثر طلبنا من الأستاذ عيسى تتبع هذه الحروف والأرقام وترجمتها كما وردت نصا. نفس وقبر عمد بن جر، هاي عمد، وثم بن جر بن علي بقر ملك عمون، والذي بناه ابنه عمد بن عمد بن جر. ويبلغ طول هذا الشاهد الأثري المصنوع من الجبس والطين 85 سنتيمترا، أما عرضه فيبلغ 53 سنتيمترا، ويصل وزنه قرابة 67 كيلوغرام. هذا الاكتشاف الأثري سيسهم بشكل كبير في فتح آفاق رحبة أمام الباحثين للبحث عن تفاصيل أكثر عن مملكة عمان في جنوب شرق الجزيرة العربية. أنور بن زاهر الغريبي، موفد تلفزيون سلطنة عمان بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. في دار الأوبرا السلطانية مسقط أحيا صاحب الصوت الذهبي الموسيقي المالي سالف كيتا حفلا موسيقيا بهيجا، حيث امتزجت الأنغام الأفريقية مع النقوش العربية التي تزين الدار في مشهد يجسد روح الحوار الثقافي والجمال الذي يزدهر حينما تلتقي الحضارات المختلفة تحت سقف واحد. ومن مسقط إلى براغ، حيث عرضت رائعة الموسيقار الروسي
تشايكوفسكي بحيرة البجع في دار الأوبرا في العاصمة التشيكية. العرض الأوبرالي واحد من التراث الموسيقي لتشايكوفسكي الزاخر بالمسرحيات والمقطوعات الموسيقية كروميو وجولييت، الجمال الناعم كسارة البندق والأميرة النائمة. استضافت دار الأوبرا في العاصمة النمساوية فيينا أوبرا لجوليتو، وهي مسرحية غنائية من روائع الإيطالي جوزيبي فيردي. وتتميز هذه الأوبرا باعتمادها منهجا محددا يتناول الأحداث الدرامية بطريقة واضحة دون اللجوء إلى الرمزية. وتشهد أوبرا لجوليتو على التطور الموسيقي الذي أحرزه فيردي، حيث ركز اهتمامه على الصيغة والشخصية الموسيقية. وهي أوبرا عرفت باحتوائها على مزيج من الدفء الإنساني وجبروته. موسيقى فيردي في هذه الأوبرا تدفقت من خلالها المشاعر الإنسانية المتوالية، وعبرت ببراعة شديدة عن الجو النفسي لطبقات المجتمع المتناقضة والتركيبة الدرامية المختلفة لكل شخصية حسب التغيرات التي تطرأ عليها. استضافت العاصمة البريطانية لندن معرضا للأديب التركي الحائز على جائزة نوبل للآداب أورهان باموك. المعرض يمثل زاوية من متحفه الشهير متحف البراءة في مدينة اسطنبول التركية. معرض متحف البراءة الآن في لندن لصاحب الأديب الشهير أورهان باموك، الذي استضاف في معرضه الأديبة التركية الشهيرة إليف شافاق، كاتبة الرواية المؤثرة قواعد العشق الأربعون، وذلك لأن الأديبين يشتركان في سرد القصص المعاصرة من خلال الحفر في ذاكرة اسطنبول والتاريخ العثماني. سبق وأن ألف أورهان رواية تحمل عنوان متحف البراءة، حيث يروي قصة الحب المستحيل بين بطلي الرواية كمال وحبيبته فوزون، وعلى إثرها قام بإنشاء متحفه الصغير في اسطنبول ليحمل ذات العنوان، حيث يعكس من خلاله اعتقاده الراسخ بأن الأدب والفن معا يقومان على تحويل غرض مألوف إلى أمر غريب وغير اعتيادي. كتبت الرواية وأنا أجمع الأغراض التي أصفها في الكتاب. وقد جمع باموك في متحفه بعض الأشياء التي كانت فوزون تستخدمها كأقراطها وفستانها الربيعي، وبعض الأشياء من منزلها. كما يحتوي المتحف على العديد من المقتنيات البسيطة التي تمثل ارتباطه الحميم باسطنبول، مؤكداً على أن الناس وأشياءهم هم الأهم وليس أمجاد الماضي، وأن الحياة اليومية جديرة بالاحترام والاهتمام، ولا بد من المحافظة على كل تفاصيل حركاتنا وكلماتنا وروائحنا. أخبار الثقافة مستمرة من قناة عمان الثقافية، وتتابعون فيها بعد قليل. تراث وأصالة في مهرجان مزاينة الإبل فيلم صنع.
أهلا بكم من جديد، وأيضا أعود لمتابعاتنا المحلية، حيث تستعد فرقة الرستاق المسرحية للمشاركة في مهرجان أوان المسرح التاسع الذي تنطلق عروضه في 2 فبراير المقبل بمملكة البحرين، وتستمر حتى 9 منه بتقديم 7 عروض مسرحية. وتأتي مشاركة السلطنة ممثلة بفرقة الرستاق المسرحية بمسرحية العيد تأليف بدر الحمداني والإخراج لمحمد المعمري. لمعرفة آخر الاستعدادات حول هذه المشاركة معنا مخرجنا محمد المعمري، مخرج هذا العمل ورئيس فرقة الرستاق المسرحية. أستاذ محمد حياك الله معنا، ونقف معكم على آخر الاستعدادات لمهرجان أوال المسرح التاسع. مساكم الله بالخير، مساء الله خير لكل المشاهدين الكرام لهذه القناة الرائعة. بداية الحمد لله رب العالمين، نستعد على أكمل وجه. نحن إن شاء الله سوف نشارك في مملكة البحرين في مهرجان أوال المسرحي ممثلين السلطنة بمسرحية العيد. نتمنى إن شاء الله أن تنال رضا المشاهدين هناك والجمهور المسرحي المتعطش والرائع في مملكة البحرين، وأن نكون سفراء المسرح العماني إن شاء الله بإذن الله. نعم، هل من إضافات على طبعا طبيعة نقول هذا العرض بعد المشاركة به في مهرجان المسرح العماني السادس، وما شاء الله أيضا هناك الحصول من الجوائز التي توج بها فريق العمل العرض المسرحي؟ طبعا بعد مشاركتنا في مهرجان المسرح العماني السادس بمدينة نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية، والحمد لله رب العالمين كنا راضين عن العرض الجميل، وأيضا وجد العرض جائزتين، جائزة أفضل ممثل بريطاني وأفضل ممثلة لمهد الحديدي. اكتشفنا من هذا العرض بعض النقاط الإيجابية اللي محتاجة تعزيز إن شاء الله، سوف نتفادى بعض النقاط السلبية في العرض. استعداد السنة كامل، شاهدنا العمل في أكثر من مرة، راجعنا أنفسنا. طبعا مشاركة في مملكة البحرين في مهرجان أوال أيضا لها طعم خاص، إن شاء الله راح نكون نقدم أفضل ما لدينا. استعداد بدأ من بداية الشهر عندما تلقينا الدعوة وجهزنا جاهزية كبرى، قمنا بتدريب الممثلين، وإن شاء الله الاستعداد يكون طيب بإذن الله. نعم، فرقة رستاق المسرحية نقول من نزوة إلى شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية أيضا إلى أوال في البحرين، كيف ترون هذه المحطات ونقول هذا التنقل أيضا في إثراء الفرقة نفسها والحركة المسرحية كذلك؟ بداية المشاركة في أي مهرجان عربي أو عالمي أو دولي هو دورة تدريبية لأعضاء الفرقة المسرحية للممثل العماني من خلال الاحتكاك، المشاهدة، المنافسة. يعني في نزوة عاصمة الثقافة الإسلامية كل يشيد بين المهرجان العماني يرتقى بعروضه أيضا بعناصر العرض المسرحي جميعا. من نزوة إلى شرم الشيخ شاهدنا هناك عروضة عالمية وعربية، كانت منافسة قوية، وكان العرض العماني عرض مميز وشهرت الجميع وشهرت الصحافة، وكنا منافسين أقوياء أيضا. يعني كنا على استعداد أو وضعنا الاستعداد لمشاركة في مشاركة أوال بعد ما تلقينا الدعوة من الفنان عبد الله ملك وإدارة مهرجان أوال المسرحي، وإحنا سعيدين بهذه المشاركة. ولم تأتي مشاركتنا اعتباطا، بل تم اختيار العرض من خلال مهرجان المسرح العماني. هي دورة مثل ما قلت لك دورة تدريبية، صقل للمواهب، صقل للمبدعين الفنانين الموجودين في الفرقة المسرحية، وهو طبعا ينصب لصالح الحراك المسرح العماني. نعم، اذا نستطيع ان نقول ايضا انه مهرجان المسرح العماني هو اضافه اخرى للحركه المسرحيه، وبالتالي الفرقه التي تقدم مثل هذه العروض الجميله وتقدم الاجاده المسرحيه هي فرصه لتواجدها ايضا على الساحه الخليجيه والعربيه، وبالتالي هو مساحه تاسيس وانطلاق في ان واحد. طبعا يعتبر المهرجان المسرح العماني هو عرس مسرحي لجميع الفرق المسرحيه العمانيه، ويعتبر المشاركة في هذا المهرجان أيضا إنجاح ووسام، وأصبحت الفرق المسرحية تعد العدة للتواجد في هذا المهرجان، أصبح مهرجان مهم مش فقط في عمان إنما على الوطن العربي. يعني أيضا الحين على سبيل المثال تم اختيار فرقة الرستاق المسرحية أن تشارك في مهرجان أول من هذا المهرجان الجيد. أيضا ما كتبه النقاد عن العرض المسرحي أنه هذا العرض يجب أن يشارك به في أكثر من مهرجان.
فهذه هي فرصه طبعا، اصبح الملاذ جميل المهرجان، واحنا نتمنى الاستمراريه وان شاء الله يكون كل سنه مشكله بحول الله. مخرجنا محمد المعمري، مخرج العرض المسرحي العيد ورئيس فرقه الرستاق المسرحيه، شكرا جزيلا لك والتوفيق ان شاء الله، وان شاء الله تكون متابعات ايضا من خلال المتابعات القادمه لمهرجان اوال المسرح التاسع بمملكه البحرين. احتفل بولاية المصنعة بمحافظة جنوب الباطنة باختتام مهرجان مزينة الإبل، والذي تواصل على مدار 5 أيام، وعكس المهرجان اهتمام مربي الإبل في الحفاظ على السلالات العمانية. بعد 5 أيام من الإثارة والمنافسة، ووسط حضور ومشاركة واسعة من أصحاب مربي الهجن، اختتم على مضمار سباقات الهجن بولاية المصنعة مهرجان مزاينة الإبل، والتي نظمها الاتحاد العماني لسباقات الهجن. الاتحاد العماني لسباقات الهجن يعد برنامج منذ يعني بداية الموسم، فهذا السباق الذي بدينا من يوم الأحد في فعالياته هو سباق المسابقة في مسابقة المزاينة. بدينا بسن الفاريد وانهيناها اليوم بسن الحول، بإضافة شوط خاص السنة إضافي له شوط الست. المهرجان الذي تنافس فيه ملاك الإبل لاختيار الناقة الأجمل وفق مستويات جمال النوق المتعارف عليه، تنافست خلالها فئات اللقايا والحجايج والثنايا والإيداع والفطايم والحول، في مشهد عكس حرص المربين على الاهتمام بهذا الموروث والحفاظ على السلالات العمانية الأصيلة من الإبل. المشاركة كانت هذا العام مشاركة واسعة، ومشاركة محسوبة لها من البداية ومعدود لها استعداد، سواء كان من اللجنة المنظمة لهذا المهرجان المبثقة من الاتحاد العماني لسباقات الهجن وإشراف الاتحاد، وكذلك المواطنين الذين ينافسون في هذا الأشواط. ختام المهرجان والذي أقيم تحت رعاية معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، شهد تتويج الفائزين بالمراكز الأولى بجوائز هذا المهرجان، المتمثلة في سيارة لصاحب المركز الأول في كل فئة، والخنجر للمركز الثاني، إضافة إلى الجوائز النقدية والتشجيعية الأخرى. قبل ختام نشرتنا الثقافية أيها الأحبة، هذه إعادة لأبرز العناوين. الكشف الأثري يوثق وجود مملكة عمان منذ القرن الثالث قبل الميلاد. صوت سالف كايتا يحمل روح أفريقيا إلى الأوبرا السلطانية مسقط، وأوبرا براغ تعيد تقديم بحيرة البجع. ولندن تحتفي على طريقتها بالأديب التركي الحائز على جائزة نوبل للأداب أورهان باموك. نلتقيكم بإذن الله تعالى في جولة أخرى من أخبار الثقافة. نشكر لكم طيب المتابعة، تحية مسائية عبر عمان الثقافية.